يا ام محمد، ايوه يا استاذ، انا معاكي. اهلا وسهلا، اتفضلي. انا بقى عشان اول مره اخش على التلفزيون وعايزه استبقى دي شويه. براحتك خالص، اتفضلي يا ام محمد، انا دلوقتي عاوزه اسال بس عن حاجات على الطلاق. يعني اتفضلي. دلوقتي جوزي قال لي مره انت محرم عليا، وبعدين بعد كده قعد يقول لي عليا الطلاق عليا الطلاق، وانا عايشه معاه، فعايزه اعرف احكام الحاجات دي. يعني سألت، يعني قالوا لي عن حكاية انت محرمة عليا دي، ان هي ايه مثلا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كفارة، ان لا في كفارة قال او لي فلوس تدفعيها. لا، كانوا قالوا لي يقصد بها ايه، قلت لهم ما يقصد العلاقة الزوجية دي، فقالوا لي طلعي كفارة. تمام. وعايز اعرف هي مين كلمة عليها الطلاق دي، قلبي لازم انشيها النية ولا لا؟ طيب، عايز طب لو ثانية واحدة، لو انا برضه هستأذنك. اتفضلي يا محمد. نفسي بقى يعني اخد نمرة الشيخ بعد كده، بيرد عليا في كده، وعايزة نمرة الشيخ برضو عشان ايه. طيب خليكي على التليفون يا ام محمد، حضرتك عايز لا تستفسر في لا حاجه شيخ لا فتحي؟ لا، طيب ان شاء الله هنرد عليكي يا ام محمد. هي فكره، هي اصلا ساعات كتير بتبقى بقت على لسان ناس كتير قوي فكره عليا الطلاق دي، بس هي كمان بتقول ان بيقول لها انت حرام عليا طيب، الظهار. هو موضوع الطلاق عموما لابد وان يسمع الشيخ من الزوج والزوجه معا حتى يستبين المساله بالظبط. الحاله كانت ايه؟ ايوه، اما مساله الطلاق فهي مساله يعني ايه، طويله جدا وكبيره جدا. من الطلاق منه ما هو الصريح ومنه ما هو الكنايه، منه ما هو المعلق وغير المعلق. بمعنى ان ممكن زي ما تفضلت عليك كده، تحرم عليا مثلا على سبيل المثال، كلمه تحرم عليا ديت دي لفظ من الفاظ الطلاق الكنايه، اذا قصد به الطلاق وقع الطلاق، واذا قصد به التهديد فعليه الكفاره مثلا عموما. اما اذا قالت تحرم علي وكان في نيته انها تحرم عليه كامه وكاخته، فهنا يلزمه كفاره الظهار. اذا الموضوع كبير جدا، ومن الطلاق ايضا ما هو السني والبدعي، فهو كلام موضوع كبير جدا، ويحتاج حتى تكون الفتوى صحيحه ومنصفه ان يكون ما بين الزوج والزوجه. فانا انصحها ان تذهب الى شيخ قريب منها مثلا، او الى دار الافتاء، ويكون الزوج معها ويعرض الفتوى، لان ممكن يساله اذا ما تفضلت كده الشيخ يساله انت تقصد بها ايه؟ هل تقصد طلاق ولا اظهار؟ هل تقصد تهديد ولا تخويف؟ ولا تقصد فعلا نيه الطلاق؟ فهو الزوج المنوب بيمين الطلاق في هذا الامر، والزوجه بتكون موجوده تاكيدا لما قاله الزوج، لان بعض الازواج ربما يدلس ولا يقول الحقيقه، فبتكون الزوجه عندها حرص وخوف من ربنا، ودي شفناه كتير جدا، خوف من ربنا وحرص من ربنا انها عاوزه تعيش مع زوجها في الحلال، فدول لا يا مولانا ده الكذب، وترد الكلام بتاع زوجها، ويبقى كده زي ما قلت كده لابد الزوج والزوجه الطرفين، الطرفين الاثنين مع لازم بعض. يكونوا موجودين. اي نعم. ام محمد، هو يعني دار الافتاء فاتحين لجان ان هم يسمعوا الاسر ويسمعوا الاطراف، ونمرتهم موجوده على النت، يا ريت والله لو تتواصلي معاهم بحيث يحسموا لك في الموضوع، زي ما الشيخ فتحي قال لازم يتسمع من الطرفين. ربنا يا رب يبصرنا.